جهود كبيرة حققتها مصر في مواجهة الإرهاب في سيناء، هذه الجهود التي أدت إلى قفزات ملموسة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء. هذا وقد أشاد مواطنون في لقاءات خاصة مع التلفزيون المصري بالطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها سيناء حاليا. والله تنمية سيناء هي المستقبل الأهم المصري، يعني بالأخص وسط سيناء والمشروعات السياحية وشمال سيناء مع خط السكة الحديد الجديد بتاع خط فردان تقريبا وربطه بطابة، ده كلها مشروعات تنموية كبيرة جدا. أولا سيناء دي اسم كبير قوي، يكفي أن سيدنا موسى كلم فيها ربه، العائلة المقدسة رحلتها كانت من سيناء، الفتوحات كلها كانت من سيناء، ده في العصر القديم من آلاف السنين أو مئات السنين. العصر الحديث سيناء عشانها مصر حاربت كم حرب، آخرهم 73 اللي ربنا أكرمنا فيها بالنصر، ده كله يخلينا نعتبر نقول إن سيناء ديت أغلى حتة في مصر. هي الدولة عملت كتير، طورت الأنفاق والطرق ودي مهمة جدا للنقل والصناعة والزراعة والتجارة، طورت إن مية النيل سرعة السلام وصلت لسينا فدي هتساعد كويس جدا على الزراعة، خاصة إن سينا زراعة الزيتون والأعشاب الطبية متواجدة هناك كتير جدا. تنمية سينا بالنسبة لجنوب سينا شايفين تنمية سياحية، بالنسبة لشرم الشيخ، بالنسبة لدهب، بالنسبة لطابة، وعن شمال سينا طبعا العريش والمجهودات الأمنية الجبارة، قوات مسلحة، الدور اللي قايمه بيه في تنشيط لمحاربه الارهاب، وبالنسبه للقرى السياحيه اللي عماله تشتغل دلوقتي بالنسبه للعريش او جنوب سيناء، يعني في تنميه جباره شغاله بالعشر سنين اللي فاتوا دول. بالنسبه للمشروعات بتاعه الاسكان والتعليم والصحه، لا انا شايف في طفره كبيره جدا، يعني خاصه في عهد الرئيس السيسي وكده، بصراحه حاجه محترمه جدا، يعني شهاده يعني.